عليكم ناس الزوينة الغالين ديالنا، مرحبا بكم في الشانل ديالنا ومع الجديد دائما. اليوم جبت لكم واحد الطريقه زوينه بالنسبه للناس الشرقيين اكثريه، هذه ديال القطايف باش كنعمروهم. هانتوما خليكم معايا، كي كتشوفوا عندي اترو ديال الحليب هنايا، ياك نخليه حتى كيفيض باش ما نطولش عليكم، غادي نسرب عليكم دغيا دغيا. المهم درت انا اترو ديال الحليب اوكي، وهو فاض. الحليب خاصو يكون ماشي 0% ولا حتى حاجه، خاصو يكون كامل اوكي. وهانتوما معايا اوكي، كنخليو معنا الحليب حتى كيفيض، ياكم كي كتشوفوا هنايا حتى كيفيض. واش كنديروا فيه؟ كنديروا فيه الخل غادي تاخذوا بحال شي كويس صغير الخل، ياك نص كويس غير الخل، ولكن غادي ديروا كي كتشوفوا معايا انا درتو، وغادي نبقاو نخلطوا. واخا نخلطوا علاش هادشي؟ باش الحليب بحال قلتو كيخسر لينا، وحنا باغينو يخسر. كي كتشوفوا هانتوما شفتوا، المهم كنزيدو حتى كنخرجوا على واحد النتيجه. خاص واحد تيولي بحال الشكل ديال الريب اوكي. نتوما فاش غتبداو ديروا ماشي تكبوا بشويه بشويه اوكي. الا كان نص كاس عادي، كاس عادي نص كاس ديال الخل، كنفرقوه هكا على جوج مرات او ثلاثه ايوا، وكنشوفوا انا فاش كنديروا كلشي، كنديروا الخل كله في دقه واحده كيجي لينا محمض، كيجي فشي شكل. فاش كنهرسوه لا، فاش كنهرسوه كل على ثلاثه او جوج مرات بلا مزيان. انا زدت عاوتاني حتى يخسر ليا الحليب. نورمالمون بامكانكم ديروهم في كاسرونه، مي انا بغيتكم باش درتو هنا باش تشوفوا معايا. كتاخدو تقريبا جوج اترو ديال الحليب، يكون الحليب مدسم يعني الحليب بحال الا كانت العبال او احسن حاجه. وهانتوما معايا، هانتوما كي كتشوفوا معايا راه بدا كيروب، هانتوما راه كتشوفوا. مي حنا لا، بغينا اكثر من هكا، ماشي غير هكا، بغينا شي حاجه اكثر. نزيدو عاوتاني شويه الخل، هانتوما الا شفتي النتيجه قرابين نوصلوا ليها اوكي. هذه هي النتيجه اللي بغينا، يا سلام. هانتوما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي بغينا، وخصنا هذا الشيء خصنا نصفيو. فين خصنا نصفيو؟ وما نخليوش فيه قطره ديال الماء، شي قطرات الماء ما نخليوش. انا غنجيب الصفاي باش نصفي. يا سلام، صافي وغنطفيو عليه.
هادشي اللي بغينا، كي كتشوفوا معانا هادشي اللي بغينا. راه ساهل، ما بغيتش البنات حتى غلط، ساهل. هانتوما كي كتشوفوا معايا صفيناه، وهذا هو الريزولتا ديالو. شتي هانتوما كيجي تقريبا بحال الجبن، اوكي، غير هو الله يرضي عليكم. نشوفوه مزيان، شتي لان الماء باقي كيكون فيه. هانتوما شفتوا انا بالعاني درت اكسبري تبسيط باش تشوفوا لان الماء باقي فيه، وخاصو يكون فريمون ناشف، يعني نشف قد ما قديتو نشفو، قد ما قديتو نشفو، لان باقي سخون. اوكي، المهم خليه ناشف ناشف هو. هانتوما شوف، شفتيو معايا صافي، ونخليه يسقطر مزيان مزيان، وغادي نمشيو للمرحله الاخرى. كنجيبو نص سيترو ديال الحليب، وكنديرو فيه جوج معلقات كبار ديال النشا مايزينا، وكنخليهم هكاك وكنخلطو. كي كتشوفوا معايا جوج معلقات كبار ديال المايزينا، ما كنشعلوش عليه دابا، كنخليوه حتى كندوبو مايزينا هكا، يا حتى كدوب لينا مايزينا معاها كندوبوها مزيان، وعاد كنشعلوها. ماشي تشعلوا ولا تمشيو تخليوها، نو، بقاو حداها باش تبقاو تخلطو. هذه طريقة شرقية ديال القطايف، القطايف بحال تقريبا حنايا عندنا البغريف، غير هادو ميني. هانتوما غتكونو هانتوما غتشوفو معايا كلشي، حتى كنحسو بمايزينا مبقاتش لاصقة في التحت في القاع، كنتأكدو انها فغيمون دابت، وكنشعلو على الحليب شوية، كنحاولو منجهدوش العافية، كنخليوها موين. هانتوما كي كتشوفوا معايا صافي، وكنطفيو عليها. هادي هي الغيزيطا لي بغينا، كيجي هاكا كخيمي. عافاكم ما تزيدو ما تنقصو على الحاجة، هاد المقادير من سيترو الحليب وجوج معالق ديال مايزينا، ما تزيدو ما تنقصو، إلا بغيتو الغيزيطا يخرجو ليكم 100% ناجحين. عندنا جوج يطروت الحليب مع تقريبا نص كاس ديال الخل، اوكي، ايوا، وعندنا عاوتاني نص كاس نص سيترو ديال الحليب مع جوج معلقات كبار ديال مايزينا، اوكي. هذا دابا عندنا موجود، هاو شفتو، هذا غير مايزينا والحليب. دابا اهم حاجه كي قلت لكم عافاكم لا ما خليو داكشي يكون داك لاكريم ديالنا، داك بحال الجبل ديال الجبن ديالنا، خليوه يكون ناشف مزيان. سكيفي كنحطوه هكا، كنجيبوه وكنحطوه على الحليب مع مايزينا، وكنكونوا طافين بيان سور البوطه. وانا غنقول لكم فوقاش غتشعلوها، مي غادي تشعلوها
شعلنا عليه بوطه خفيفه مهيله وغادي نحركوه شويه هكا. يا سلام، داكشي بحال ديال العروبيه. يا ريت يا ريت زعما تحيه ليهم، لان فريمون هما اللي كياكلوا ماكله زوينه وماكله نقيه وبيو 100%، ماشي بحال هنايا اورغانيك ولا بيو ما منوش. سو هما اللي غادي يكون هادشي عندهم. يا سلام. اوكي صافي، وغنطفي عليه. ها هو موجود. نخلطو صافي، راه طفينا عليها البنات الناس الغاليين، كتشوفوا كيخرج هكا هانتوما. يا سلام صافي، وكنخليوه يبرد وعاد ندخلو الثلاجة حتى يبرد، وما نغطيه ما والو، نخليوه يبرد، نحطوه في شي حاجه ديال الدجاج ونخليوه يبرد على راحته ونكملوا شغلنا. اوكي كنجيبوا هذه ديال الدجاج كي كتشوفوا معايا، وكنكبوا فيها انا خليط. يا سلام، دابا هنا عندنا جوج ترونس كلشي كي قلت لكم عافاكم ما تغطيوهاش. اوكي ما تغطيوهاش وخليوها تبرد على راحتها صافي. هانتوما باش نوريكم قضيه اخرى عافاكم، هذه هي الكاسرونه اللي خدمنا، ما كتلصق ما، هانتوما ما ملصقه ما والو، شفتيو نقيه باش نكونوا متاكدين. غير ما تغفلوش عليها، فاش تحطوا اي حاجه كي قلت لكم ما تغفلوش عليها، ما تغفلوش عليها. بون اوبس اوكي، شفتيو هانتوما هانتوما، هذا راه جوج يترو ديال الحليب، جوج يترو الحليب ونص، يعني جوج يترو خدمنا بيه ونص يترو هو كي قلت لكم فاش درناه مع الناشا مع مايزينا، وكيعطيونا تبارك الله هاد الكميه. المهم هانتوما معنا.